بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى توفيق دعينا وفتشيو علم نافع يا عمل الصالح أنا إلهي تبارك وتعالى ينوكل ميو سعادة أن ماشي فردنانا هاي نغردقو كوة فائدة استا ميزانك حسنات كنا إلهي نوصارو بيش رمضان وينوغا لابنتا هاي طبين ايه بري سيدان كو قابلا سيدان لغو سودويا انتي سنسو قلين محانا لبقود بون مركي سو قشاسي محانا لبقود بون واربا مهمة ولو باين إلا سي اوغادو بشو وبشي رمضان إلهي تبارك وتعالى وقتي وخير بدن قليي واجاني سوين وبشي قرآنك الكريم كإلهي سودجي وبشي إلهي تبارك وتعالى إنه واجبيي تير كم إذا تيرر كإسلامك وبشي إلهي وقلح قليي أبين كأوفة بضن أبين ندى الصندك وليلة القدرية وبشي دم بدافك يتوبض وبالإله تبارك وتعالى وقليي لحد إذا خصائص فربضن أهمية خاصة له سيدة استرادت روحي شان إسكاس كفى إذي سوايا وضيعة سيد النبي قشاق صلى الله عليه وآله وسلم والروح محرومة محرومك والروح خير لك قديي والروح خساري روح رمضان أصوك لي وأن كفى إذي سنين ورمضان دماذي سقن لود مدافين الله فوقيه جبريل باساكو هباري نبي قانون صلى الله عليه وآله وسلم آمين أيه سأسترد روح خير لك قديه وروح الرمضان والصوق لي كفى إذي سموه إلهي تبارك وتعالى هنا قد يقوى كفى إذي استه انتين بشي نوسو قلين حلو باهي هي إنا قاد النوت اللا بوين دورة وان بيشا كسو دوين إنو تلابة كوباد ودع الله باري إنا الإلهي ويدي سنة تبارك وتعالى إنو بيشا النبض إنو قارسيو يا عافمات سيدي أهان شرين سلف رضوان الله عليهم بلاها كور يا رمضان إلهي ببري شرين وحين ويدي سن شرين إنو رمضان قارسيو ورك رمضان إنا تقاداي ونلل يا عافمات إنا بتقليكو قاداي والنعمة وين نقو أكسون ضد فربضان السنة كي تجي إلى الصومي بيشك قبتشوغها ما أنت إنا انشانس لبال السينين وأما أي دنتين أما الظروف أدك أي كتشران فأسامحي وأي إني بيشن كفا إذيستان مركينا الإلهي بارنا تبارك وتعالى اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان
qodobkaasi waa qodob qodobka labaadi wax weeye bisha haddii ilaahayna gaadhsiiyo inoo dhalato iyadana meesha ducaa ku jirta inaan ilaahay barino tabaaraka watacaala nabigeennu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam bishu markay dhalato wuxuu ku ducaysan jiray ummaddiisana u jideeyey inuu yidhaahdo allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى إلهي باوين إله بشا وحنا وقرنا لسا إيمان إي أمان والله أنك لما أربن أمان دولك النجا ديغانك إيش أنكون والله إن الأمان كهله naftanada iyo xoolahanaga iyo inaannu ammaan u helo iyo iimaan oo inaan caqiida saxa iyo iimaan saxa aad nasiiso islaannimo oo inaan ilaahay u hoggaansano ah iyo nabadgeliyo yacni aafaadka laga nabadgalo oo jidhka iyo caafimaadka loo nabadgalo ilaahayow taas bisha noogu dhali waxaa intaasoo dhan ka muhiimsan in aad na waafajiso waxaad jeceshahay ilaahu bisha waxaad jeceshahay na waafaji oo wuxuu alla jecel yahay muxuu yahay waa wixii khayr ah waa iimaanka waa cilmiga naafica waa camalka saalixa waa ilaahay daacadiisa waa khayraadkaasi ilaahay kuu dhowaynaya ilaahu khayraadka nawaafaj adaa jecel ee samayntooda nawaafaj markii bishu dhalatana sidaasaa iyadana fiican in lagu ducaysto waxaa kaloo saddexaad haddii bisha ilaahay nabadna u gaadhsiiyo in sidoo kaleeto nicmadaasi laga shukriyo oo aad u aragto ilaahay inuu wax qaaliya ku gaadhsiiyey wabitaali inaad tiraahda alxamdulilah qalbigaaga ay ku weynaato jaaniskan ilaahay ku siiyey carabka aad ka shukrido xubnaha uguna u diyaar garoobaan sidii ay nicmadan uga faa'iidaysan lahayd shukrigaas haddaad la timaado qalbiga iyo xubnaha iyo carab kale ilaahay tabaaraka watacaala khayr badan buu kuu furayaa barakaad fara badan buu kuu furayaa lain shakartum laazidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka shukrigaas wuxuu tilmaamayaa inaad nicmada qiimaheeda garatay inaad ilaahaygii ku siiyey tabaaraka watacaala ku aqoonsatay iyaduna qodobkaas weeye qodobka shanaadii waxa weeye أما أفرادي الفرح والابتهاج بقدوم شهر رمضان إن بشا دل الشدد يأينا إن أرد على التو أن كفرحنا وأن بشاري سنة بحي إلي نبي جنو صلى الله عليه وآله وسلم بشو مركي دل التو صحابة دي سوء بشارين شري جاءكم شهر رمضان bishii ramadaan baa idiin timid markaasuu khayraadkeeda iyo khasaaisteeda u sheegi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed in aynu ku faraxno cagsiga dad badan oo bishu markay soo dhawaataba ka naxayaa jira dad ay culays ku tahay baa jira waana dadka inta badan shahawaadka adduunyada ku fogaaday oo cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka adduunyadu ay jiidatay oo qaadatay dadkaasi waxaa dhibaya inay bisha iyada ilaahay tabaaraka watacaala wixii naftu baratay ay uga go'aan oo u daayaan taasaa dhibaysa saas daraaddeed marka soo bisha soo dhowaato culays bay ku tahay inta ay joogtana waa dhibsanayaa sidaasi ma aha ruuxa muuminka ah ruuxa muuminka dhinac kaluu ka fiirinaya dhinacuu ka fiirinaya waxa weeye waa masraca aakhara waa beer aakhara
waa wixii jannaad ku geli lahayd, ilaahay dambidhaaf kaga heli lahayd, duunkaagii akhradaadaba ku barakoobi lahayd, xataa caafimaadka jirkaaga, caafimaadkaaga xataa aad ku heli lahayd weeyaan. sidaas daraaddeed in aynu bishaaraysano, aynu ku farxno bisha gaadhitaankeeda, dii ilaahay tabaaraka watacaala ina gaadhsiiyo. qodobka xigaay wuxuu yahay oo bisha intaynan dhalanin loo baahan yahay inaynu ku dadaalo, taqwiyatu liimaan wa tajdiidihi, inaynu iimaanka xoojino, iimaanka cusboonaysiino. asbaab buuna leeyahay iyo wasaa'il buu leeyahay, lianna iimaanka qalbigeenna ku jira, dabcan carabkuna ku dhawaaqayo, xubnuhuna samaynayaan oo barags garaynayaan, iimaanku waa injinka inugu riixa khayrka. inaad taacada samayso, salaada si fiican u tukato, khayrku kuu fududaado, soonka aad soonto, sadaqada bixiso, wanaagga inaad la timaado, waxa kuu sahlaya ee keenaya waa iimaanka. iimaankaagu hadduu daciifo, camalkaaguna waa daciifayaa, lanna camalku waaba qayb iimaanka ka mida. haddii iimaankaagu xoogaystana, camalkaagaa xoogaysanaya, waxaad adkaysi u yeelanaysaa khayraadka samayntooda, bal waad macaansanaysaa oo culayskuguma noqonayaa. saas daraaddeed baa allah tabaaraka watacaala markuu ka hadlayay munaafiqiinta, alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala, walaa ya'tuuna as-salaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun, markay nafaq wax bixinayaanna iyagoo kahan ayay bixiyaan, markay salaad tukanayaanna iyagoo wahsanaday tukadaan. salaadda waxay yimaadaan iyagoo cag jiidaya, iyagoo wahsanaya, iyagoo caajisan, iyagoo rafaadsan. limaada? lianna iimaankii cibaadadan u macaanayn lahaa baan jirin. waa gaal uun tuka isyidhi waayo, muxuu uga dhadhami? cibaada u dhadhamayso, lianna iimaan ma jiro. iimaanku marna wuu xoogaystaa, marna waa daciifaa. al-iimaanu yasiidu wa yanqus, yasiidu biطaaca wa yanqusu bilmacsiya. marka inaynu iimaanka kobcinno oo iimaanka siyaadinno, wasaa'il iyo asbaab badan buu leeyahay. waxaa jira waxyaalo badan oo iimaanka lagu kobciyo. munaasabaad kale aan kaga hadalay ama muxuu ahay culimmadu ay ka hadleen, saas daraaddeed iimaankaagu inuu xoogaysto macnaheedu waxa weeye bisha ramadaan inaad uga faa'iidayso sida ugu fiican, inaad uga faa'iidaysato sida ugu fiican weye macnaheedu, oo khayrkii kuu dhadhamo, taacadii kuu dhadhanto, sadaqadii kuu fududaato, soonkii kuu fududaado, salaatuleylkii kuu fududaato, iyo taraawiixdii khayraadkii inay kuu fududaado, waxaa keenaya inuu iimaankaagu muxuu ahaayey uu xoogaysto ood iimaanka cusboonaysiiso. marka nabigeenu inoo sheegay sal alla alay wasalam, ina aliimaana la yakhlaqu fii jawfi axadikum kama yakhlaqu athaw, iimaanku qalbigiinu ku duugoobaa siday maradu u duugowdo kale. fas'aluu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum, ilaaha weydiista inuu quluubtiina iimaanka ku cusboonaysiiyo. marka iimaanka in la cusboonaysiiyo iyadana waa qodob muhim ah si aan ugu diyaar garowno ka faa'iidaysiga bisha ramadaan. waxaa kaleeto qodob ah oo iyadana muhim ah, alcaziima asaadiqa, inuu ruuxu la yimaado go'aan adag, doonitaan dhab ah, yaa doonitaan dhab ah oo khayrka ilaahay uu siinayo tabaaraka watacaala, iyo waqtigaas jaaniska soo socda inuu ka faa'iidaysto waa inuu niyad dhab ah ula yimaado. alcaziima asaadiqa, haddii ilaahay tabaaraka watacaala qalbigaaga uu ka arko inaad khayr doontahay, doonidda khayrkuna dhab kaa yahay, oo go'aan dhab ah aad la timaado, qalbigaagaasuu ilaahay tabaaraka watacaala arkayaa, waxa qalbigaaga ku jiruna wax kugu siinaya. faidaa cazama alamru falow sadaqu llaha lakaana khayran lah, ilaahay haddaad run kula dhaqanto oo niyo saxa la timaado, waxaad rabtay buu kuu xaqiijinaya. man sadaqa allaha sadaqahu, ruuxii ilaahay run u sheega oo run kula dhaqma
oo qalbi dhab ah iyo taacadnimo ilaahay tabaaraka wa tacaala ula yimaada, ilaahay wuxuu rabay buu alle tabaaraka wa tacaala u xaqiijinayaa. sidaas daraaddeed baa nabigeenna sallallahu alayhi wasallam ducooyinku ina baray waxaa ka mid ahaa allahuma inii as'aluka athabaata fi lamri waalcaziimata cala rushd, ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan arrinka ku dul sugnaado oo diinta iyo iimaanka iyo taacada in aan daa'imo, inaana ka leexanin, inaana ka tegin, inaana ka gaabinin, ilaahu igu sug. qodobka labaadna walcaziimata cala sid walcaziimata cala rush, hanaaga iyo hagaaga iyo toosida iyo khayrka in aan go'aan u yeesho. waa labada shay uu leeyahay alimaam ibn alqayim calayhi raxmat ullah, waa jimaacu lamri, waay shay markaad doonayso inaad xaqiijiso labadaasaa asal u ah. waa midda koobaaday inaad niyad iyo doonitaan dhab ah la timaado. waa midda labaada inaad aadan niyadii iyo doonitaankii ka noqonin ee aad ku adkaysato oo aad ku sugnaato ilaa waxaad rabtay aad ka gaadho. labada midkood hadduu daciifo waxaad rabtay ma gaari karto. saas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala addoommadiisa meesha uu ka fiiriyo waa qalbiga. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلهي قلبك إنه فيرن عملك إننا وفيرن إياه. إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا مما أخذ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هدو إلهي قلبك إن خير كوغيا وحي الله إذن كقاذي وحكفي عمبو إلهي إذن سينيا لكن وقورمة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أدو قلبكين إلى خير فوقي هوا هدي دونتان ينية صادقة يعزيمة ضبأ أدو إلهي قلبكين كوقي هاي وحفي عن بويدن سيني سيدة أصدراء ديت وحلو باهي هاي إن أي تلقلك نقو نقضة إن نيدين نقضة قلبك نؤديار قروبه كفا إليسيك خيراتك بشا نحيا الله iyo inaynu saamiga ugu fiican ka qaadanno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. alcaziima asaadiqa, haddaad labaclabac tahay oo aan go'aankaaga qalbigu uusan go'nayn oo dhab ahayn, yacni waxa weeye maalmo unbaad laga yaabaa inaad waxooga ororoddo kadibna hawshaadu waa dhammaanaysa. qodobka xigaayo wuxuu yahay oo loo baahan yahay ramadaan ka hor in aynu muxuu ahaay la nimaadno ugu diyaar garowna bisha ku soo dhaweyno wax weeyaan at-takhtiit al-musbaq wa tanzeem al-awqaat. in aynu intaan bishu soo gelin aynu nidaamsano waqtiga, qorshe iyo plan la sameysano. adduunyadii baynu dhex joognaayo mashaaqishii adduunyada inagu furan, iyadoo mashaaqishii adduunyadu nagu furan yihiin baan rabnaa haddana jaaniskan inaan ka faa'iidaysto. say ku dhici kartaa, waxay ku dhici kartaa inuu ruuxu leeyahay qorshe leeyahay, inuu plan leeyahay, inuu nidaam leeyahay, inaad nidaam dejisato, jadwal dejisato, waxa la yidhaahdo muxuu ahaay barnaamij camali ah oo aad uga faa'iidaysanayso bisha waa inaad leedahay. haddii aadan wax nidaamsanin, oodan plan samaysanin, oodan qorshe lahayn aad bisha uga faa'iidaysato, keliya waxay ku dhammaanaysaa waqtigii kugu dhaafaya khayr aad jeceshahay bas. khayrkii waad jeceshahay, qur-aanki inaad akhrido waad jeceshahay, sadaqadii inaad baxsato waad jeceshahay, habeenkii salaatu leylkii inaad intaad ka qaadato waad jeceshahay, waad jeceshahay. laakiin waxaa ku jiidanaya mashaaqishii kale, mana aadan nidaam aad isku waafajiso maadan la imaanin. waxaagu marka wuxuu ku dhammaanayaa umniyaad buu ku dhammaanaya, waan jeclahay ya waan rabaa intaana waxba maah. laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab, sidanaan jeclahay waxba maah. waad jeceshahay, waad rabtaa, waad doonaysaa, laakiin waa inaad la timaado sababtii iyo dariiqii aad ku xaqiijin lahayd. maalan tusaale haddaan idin siiyo, waxaad rabtaa bisha ramadaan inaad dhowr goor aad qur-aanka dhammayso, ayib, waa niyad fiican. laakiin haddaadan dejinin jadwalkii iyo barnaamijkii aad ku fulin lahayd, wuxuu iska noqon un shay aad doonayso laakiin aan nidaam lahayn.
sidaad ku xaqiijiso way adagta. Waa inay noqoto Qur'aanka waxaan dhamaynayaa bisha Ramadaan shan goor. Lixda beriya ugu horeysa hal mar baan dhamaynayaa. Lixda beri waxaan ku dhamaynayaa salaada subax kadib intaasoo juz baan akhrinayaa. Turkii intaasoo juz baan akhrinayaa. Maghribkii cishaa intaasaan akhrinayaa. Habeenkii intaasaan akhrinayaa. Jadwalka markaas saa u dejiso haddana waa inaad iltizaamto. Waa inaad ku taqayuddo oodan jabinin inta suurtagal ah. Wixii marka waa kuu habaysan yahay. Jadwalkaad raaci lahayd waa kuu degan yahay. Waqtigii waa kuu nidaamsan yahay. Sida inaad u ilaaliso haddaad isku daydo markaasi waxaad rabto dhan waa fulinaysa. Inaad sadaqa baxsata rabtaa matalan, sadaqadu bisha Ramadaan waxyaalaha ugu fiican bay ka mid tahay. Inaad sadaqa baxsata rabtaa, tayib, waxaa kugu furan baahidii adduunyada. Wixii aad baxsan lahayd aaway, haddaadan jadwal u samaynin oodan sii diyaarinin oo qorshihii aadan u samaynin wixii aad baxsan lahayd, waxay uun dhammaan bishu adigoo oleh waxbaan baxsan rabaa. Janisku waa ku dhaafayaa marka. Marka wax weeye, bini aadamku kama soo hadho, qorshe kama soo hadho, bini aadamku plan kama soo hadho. Marka inaad plan samayso aad khayraadkan ku fulinayso waa laga maarmaan. Cumraad rabtaa bisha Ramadaan inaad soo cumraysato waa inaad qorshihii cumrada aad sii dejiso Ramadaan ka hor. Dhaqaalaheedii, safarkeedii, shuruudeedii waa inaad sii dejiso. Sida adduunyadeennaba aynu plaanka ugu samaynayno iyo qorshaha ugu samaynayno iyo aakharadeennaa ka mudan, aakharadeennaa ka mudan. Marka jaanisyadan oo kaleeto waxay u baahan yihiin in la sameeyo takhtiit musbaqa iyo tandiim. Waqtiga inaad nidaamiso, jadwal u samayso, barnaamij camali ah oo joogto ku ah inaad leedahay oo aad ku fushanayso khayraadkii kuu qorshaysnaa inaad bisha Ramadaan la timaado. Qodobka xigaa wuxuu yahay tacallum alahkaam ad-daruriyya, inaan baranno bishu intaysan soo gelin axkaamta lagama maarmaanka ah ee ku saabsan cibaadaadka aan samaynayno. Haddii aadan baranin ooda fiqhigeeda yeelanin oodan fahmin, waxaa dhacaysa inaad dadaasho dadaalkaaguna uu noqdo halbacad lagu lisa. Laanna waxa weeye cibaadadu haddayna ku salaysnayn aqoon iyo cilmi, waa la diidi, Ilaahay ka aqbali maayo. Laanna waxay khilaafaysaa hadigii sunnadii nebiga sallallahu calayhi wasalam. Shaygu hadduu sunnada nebiga khilaafana, man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun, waa lagugu soo diidayaa. Sidee baad cibaadaadkaaga u waafajin kartaa sunnadii iyo dariiqii nabiga sallallahu calayhi wasallam? Hal qodob waa inaad aqoonteeda leedahay, waa inaad aqoonteeda la garanayso shay walba meeshaad dhigayso, waa inaad garanayso shay walba saad u samaynayso, waa inaad wixii aqoon iyo fiqhi u leedahay. Haddii kale waxaa dhacaysa ama dhici kartaba in dadaal badan aad bixiso dadaalkaaguna uu noqdo mid khasaare ah. Nabigeena waxaa ka sugan sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. دد بدن او صومن صوم كودا waxba ka heli maayaan oon iyo gaajo bas. دد بدن oo habeenki salaad u taagan taagnidooda ka heli maayaan waxa soo jeedahay ajir malah. دد بدن با cibaadeysanaya laakiin cibaadadoodu khaldan tahay. Si ayna kaaga khaldamin oo cibaado saxa oo miisaanka xasanaadka kuu gasho ood janno ku gasho ood cadaab kaga badbaado ood Ilaahay ridhiisa ku gaadho, si ay cibaadadaadu u noqoto iyo waxaad samaynayso, waa laga maarmaan inaad aqoon u yeelato waxaad samaynayso. Marka cilmiga waa laga maarmaan. Saas daradeed baa wax walba laga hormariyay, wax walba ayaa laga hormariyay. Faclam annahu laa ilaaha illa allah, alcilmu qabla alqawli walcamal. Cilmigu isagaa ka horeeya hadalka iyo ficilka labadaba. Intaadan ku hadlin baro, intaadan akhriyin baro, intaadan samaynin baro, intaadan ku tilaabsanin baro, intaadan cibaadaysanin baro, intaadan soomin baro, intaadan tukanin baro, aqoontu waa laga maarmaan. Faclam annahu laa ilaaha illa allah. Saas daradeed baa nabigeennu sallallahu calayhi wa aalihi wasallam
روح خيريتي سوح كحري فهم كيس الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. روح إلهي خير لا رب الدين تفهنسيه لأن فهم كالدين تبع أساس وقع وعكستو إلهي اللي قلنا وانا يا تبارك وتعالى وعكستو إلهي قلنا وين يا فهم كالدين تأصل وقع. حتى إيمانك يا عقيدة ذو أدينا علمك وصل سنين سعون ميس فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدينا علمي سنين سعون ميس يا لا إله إلا الله وين علمي سنتا صلاة دي وين علمي سنتا شيء والبوائن إنك وصل إنه أقوم وصل إنه وين ساس تراديت بشا صوصعت رمضانك يسين وقف إيدي سن لهين وين أقوم تيدا لهين هذا أخرين كرتو أخري هذا ليه ده أود إن هذا أخري ده كتبته وحي لقى قري أخري طالعه هذا أخرين كرينين لقيسو وحبذا بالقى دبي وحبذا بالقى يري لقيسو هذه أين صورتك الكو أهين دلالك للا إمو أو ويدي وحي كاقر صومة وحي أدقرون ويدو ويدي سؤاشك هالميسو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سيداس درادت علمك يفقه أحكام تبشى كسابسا فلقى مرمى روح أقونت له وحلقى يابا عمل ير وعن عليس بدن اللهين إن أولي ما دو ومد ما أنت لن دذالها إنو كفض لبدن هذا دان روحوا كرانيا ما شاءوا كقبنا يوكرانيا كي نبي جانو صومر صلى الله عليه وسلم هوين يعني إسلام وردينيش وكسور نقضي يدو ماشي فرده وردينيش وكي يري كلمات بان إري بو نبي صلى الله عليه وسلم واحد ما انتر نال هيدو ننك فضي بضان مركا ميل قابن بو روح هدو أقوان تليه هاي ميل قابن إيه چيد قابن بو چند إيه وراغكو غاري كرا حدوسن أقوانتي دلهينا دريق دير بو مريا والرفاضيا وكذيد ميا وحانا لغايا با وحي أوسعودة ينوسن كارد ينوسن هلي مرده كريس ساس درا ديد سي أهان تيدا با وينا كود دالو برشد دينتا بيشن إنو سوفودنا كارهان وينا إنو أحكام تيدا برانو وحي لادان علمدو علمي قوالا بقي بود مت فضو كفايا حكم كعلمي برشدي دينك علمي دينتا فرض كفاية هي فرض عين. فرض عين كواميتك الروح كستلق الرب. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ونوعي عبادة هي عمل كمركة أتسمينيس علم جيسو واجب قوية. هذا دوني سينات كنعسكش. كنعسك علم جيسو مركزك واجبية. هذا ضربت هنا الحج آدو. علمي حجك كوساب سني أحكام تيسو مركزي لازم كون نقوله انت هذا سمعيني برو صان كي مركو يمادو أحكام تيسو وإن لبرتو وهكذا شيء كستا مركة الروح قليو وإنو أقانكو قلوه قد بدأ مهم كأوحا كم ذا وبيشان انت ينسوك قلين لدونا يأينو أوسي تيار كرونو أما كسور دوينو وحل إلادة التوبة الصادقة من جميع الذنوب إني نتوبت دب الله نبانه دنوب تورنا أنك توبت كأنه توبت ده معنى هذا وحويان شروط هذا مركب وضعته أما شروط هذا إن الدم بيجاد كتشرته كتكتو إن أتجو أنصتو إن هذا كل نقولين إن وحي هريك هذا دعي أتك قوم موت حقوق بين آدم هذي تهاي وينات قد أم حلاشت توبة طبعين إنه للنمان توبة داسي مرول بوابهنا مرول بلانا مرول بالدم بيجينا بدا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون مرول بوا خلضمين متشر تمال أين الدم بيجلي نوايري سيدس درادة توبة مرول بوابهنا بشر رمضان مركي سورد ودهينا سخاصة وصباهنا الله تبارك وتعالى ليبان تينو كحري وتوبوا إلى الله جميعا
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمنين تيو إلهي أصول نقضة توبت كينا دنبيادة كسو اللابتة سيادو الليبانتان لعلكم تفلحون والليباني سان مركا ليبانتان مركا كحرة وأن الصفات كادتك مؤمنين تا إلهي سيه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يحيي مؤمنين تا متقين تا محسنين تا ذاتك وناسين وكو مركي الظلم سميا فاحشة دم بفولح مركي سميا أما النفط وضع أي ظلميان وخلط قلان إلهي بحسوستان ذكر الله إلهي بحسوستان عظمة دي سي حسوستان وحي حسوستان عقوبة دي سي حسوستان حسوس باقش إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مركو الشيطان تابت وشيطان حمان قلي ودم بكردو وي حسوستان يعني وحي حسوستان خلط كي قلين ويس قرتان ويس حسوستان فإذا هم مبصرون مركزي أركيا وحي أي قلني خلط كي أركيا مركا خلط كودي مركو أم مغضنة وإنو شيطان ضوف صدي وخلط قلي مركا كبر أروقان محي سمينيا ويسون نقنيا المركا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلهي بي دمدان فوي دي سنة مركا إني صلى الله بنو إلهي أصول نقنو دمدان فوي دي سنة حلي والباء حالد والباء دنبي كستلغت وبتكينو كو آذن أغين إيا كو آذوك تحيب نبي جانو حديث رسول الله عليه وسلم إله دنبي جيغ إيداف ميدان أغهي إيا ميدان أغين با إيداف نبي جانو حديث رسول الله عليه وسلم لأن إنتان أغين بابا بدن با إنتان قلي إسكهال ماني لكن ديوانك كو يالون يعني الله المامين يا آذو بدن marka wixii hore inaan ka toobad keenno safxa cusub inaynu labbilowno allah tabaaraka wa taala bishan barakeysa safxa cusub maxay keenaysa taasi waxay keenaysa marka toobad la timaado toobadu waxay keenaysa qalbigiiba sifaysmaye qalbigiiba daahir noqonayo qalbigu markuu daahir noqdo xub buu yeelanayaa wuxuu u xogaysanaya daacada وهم عن سنة يا طاعة خير كي بقول رضمايا وأنا مدة نبي قينوشة صلى الله عليه وسلم ركوا في السيرة يا آيات القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نبي قول صلى الله عليه وسلم أدونك مركوا الدم بابو وقو الدم بقلو حدو الدم بقي اسكرتو وصون نقضو وإلهي حسوستو الدم بكتوبت كانو قلبي قيس والا سفين يا راتك يحمانتي دنبك وقلبك كرهبي بالغا سيفينيا دحشي بالغا هاجينيا وسخدي بالغا دقيا حدو دنبغي كو نوقدو مركاسي وحوي دنبغي وحو نوقنيا مركا مدو اي وسخ قلبك فوشا او كفيدا او اسوغو دون ودا دبوشا تاسانا لغا ودا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مركا وحا لو باهي هي ان او ادونك مر ولبا سو لاق دف ويديش هدي قلبي قاوقو صافي النقض او وسخدا اي ذنوبتا اي وخا سارني اي ككعدو مركاسي واحد اركيسا اديغو قرانكي معان سنيا ادو صونكي معان سنيا ادو صدقدي معان سنيا ادو اخلاق دادو وناك سناتي ادو اخره او جيدا ادنيدينا كولا نوقتي وخان معنا لهين اديغو اسبدلي باد اركيسا لانه وحوي بني ادم كماشا واي ماشا خطرتا إيه أما هجاجيسو كيمادو أما هلوجيسو كيمادو وقلبك ويسيد النبي جنوشة صلى الله عليه وآله وسلم مرك التوبة ده سوى مهم إن أدي الله تبارك وتعالى أصل نقطه توبة كنتو توبة ده سي توبة النصوحة شروط هذه وضتة أديكو كلي جاء إن أدي الله تبارك وتعالى أو توبة كنتو أيضنا وحيكم التهي وحيالها إنه كالمينية وبشن بركة يسنك فإذا سجد سفي عن الوقف فإذا سنو إنه جو كالمينية كمته التوبة الصادقة توبة ضب أين إنه لن يمانو إلهينا أصلنا قلنا تبارك وتعالى وحكم ذا نبي جنو ننشي ذي صلى الله عليه وسلم بشا حدا أن كتشر نوا شعبان
oo ilaa 19 bari nooga laabantahay taqriiban. Nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi sahihayn min xadiisi Aisha, bilaha Ramadaan marka laga yimaado, bisha soonkiisu ugu badan yahay waxay ahayd bisha Shacbaan bay ahayd. Aisha waxay leedahay kana yasuumuhu ila qaliilan, Shacbaan oo dhan wuu soomi jiray. Tana waxay tidhi Shacbaan wuu soomi jiray ilaa in yar mooye. Kulliga bimacnaa waxaa laga wadaa, bimacnaa juli baa laga wadaa, yacni bisha inteeda badan wuu soomi jiray. Waa hadiyigii nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Culimadu waxay leeyihiin bisha Ramadaan, bisha Shacbaan soonkeedu waa nooc tababar ah waay. Ruuxu wuxuu u tababaranayaa bisha Ramadaan soonkeedii baa loo tababaranayaa. Laana ruuxu hadduu Shacbaan soomo inteeda badan, asagoo soonkii la qabsaday oo naftiisu baratay ayaa Ramadaan soo gelaya, culays kuma hayo marka. Soonka Ramadaan culays ku noqon maayo. Waa tamriin bay leeyihiin culimada qaarkood, oo waa nooc layliyad ah, nafti oo loo layliyayo inay Ramadaanka soonkiisa aynan adkays ku adkaanin. Marka Shacbaan in la soomo ayadana nabigeena sallallahu alayhi wasallam bay ka sugan tahay. Waxaa jira xadiid dhahaya idan tasafa Ramadaan Shacbaan baa dhilaa, bisha Shacbaan haddii nis ay noqoto ha soomina. Xadiidkaasi saxadiisa waa la isku haystaa. أحاديث كله وكحوك بدن يونكهر إيمانيا أو كم إذا حديث كندا عن شيء إن النبي قل صلى الله عليه وسلم محوء هاي بشا شعبان بدن كده وصومي ترى إلى عائشة أو كم إذا حديث كصحيحين ككوي إذا النبي قل صلى الله عليه وسلم رمضان هكلافر مرينا مال أما اللي بري صون كودا هكهر مرينينا إلا الروح صون عادة لهان شري مويه. بمعنى مركي بشو دلن ربطو مالين كلابنت انا تراهدو مانتا سوميه اما لو بري كسلابنت هاي مخو هاي لبدن بري بان سوميه هورينا ما دان اسو سومين عادنا كوما اهين او سنين اد سنتي خميس اد سنتي او عاده كو اهين كوما هاغاغين سون اد بلابايسو لبد بري مالين كر رمضان كهوريا ابا لديدي ما خا لغا فهميا انت وخي كهوريا لا سومي كاري معناه هذا وحويان على الصحيح وحوي ولا سومي كرا بيش شعبان أردن انت هذا بدن ولا سومي كرا يا سيدا حديث صحيحة النبي كقصه صلى الله عليه وآله وسلم تحسين وتوبر ولوسي توبرني عيوب أنت هاي أوجه ذا خير كأت كأفرها بدن بيش عبر كيسن إن أينو إسكود دينو إن أينو أنت أوفي عنك قادم طبعا خير كوا في ربنيه خير كوا فربدين خير كوا فرح بدن ميدول بوح كدرسو ميدول بوح كدرسو. النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي سمركو كويل محوقها هي عدي عد سيارته وريا ما أنت عد سيارتي وريا ما أنت محوقها هي جنازة راعي وريا ما أنت انتهى سمي. النبي مركز كذب ورسالات ربي وسلام عليه روح انت سي هل ما لما ودا يماد الا جند وغلب النبي صلى الله عليه وسلم. marka isku day kulli inaad mid walba wax ku darsato ki aad janno ku gali lahayd allah garan kulli haday ku ururaan waa khayr kordhay waay. saas daradeed isku day sadaqadi haday tahay muxuu ahay quraanka akhriskiisi hadii ay tahay soonkiyo isaga laazima haddii uu yahay dadka oo muxuu ahay bini aadamkii khalqiga oo la anfaco haddii tahay diinta oo la faafiyo dadka wax loo sheego haddii ay tahay muxuu ahay salaadii taraawiixda haday tahay khayraadka cumradii haday suurtagal ku tahay khayraadka faraha badan muxuu ahay inaad kulli wixii aad ka heli karto aad ka qaadato. marka juhdi iyo dadaal siyaada inaynu bixino ayaa walaalayaal inooga baahan yahay bishan barakeysan hadii Ilaahay nabad inuu gaarsiiyo inta ka horeysana sidii aynu uga faa'iideysanay inaan isu diyaarino qayb waxa ka isu diyaarintaasi ruuxu haduu mashaaqil adduunye leeyahay dunyada badan baa inuu furan inuu intii uu adduunyadiisa koobi karo bishan Ramadaan inuu koobo
soo ururiso saynan ku mashquulinin inaad soo ururiso. Inkastoo adduunyada lafteeda haddii niyada la hagaajiyo, niyadu haddii la hagaajiyo adduunyada lafteediibaa waxay isu bedeli kartaa, camal aakhara isu bedeli kartaa. Haddana maca daalika camalkii baa kale fadli badan inaynu marka isku dayno insha allahu tacaala in aynu waqtigeenna intiisa badan aynu taacada gelino. Waxaa jira khayraad laga yaabo inay ayna idinla muuqanin inay taaco tahay, haddana maca daalika ilaah agtiisa daaco ka ah. hadday saxaabada iyo salafku ridwaanullaahi calayhim hurdadooda ilaahay ugu dhowaan jireen, sida ay istaagga ay habeenkii salaada u istaagayaanba u xisaabsanayaan bay hurdadana u xisaabsan jireen ajir ka helayaan. haddii nabigeennu yidhi sallallahu calayhi waali wasalam wafii budci axadikum sadaqa, ruuxu inuu shahwadiisa xalaal ku guto ajir buu ka helaya waa sadaqa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. in aada muxuu ahaay dadkii soomanaa aada afur u diyaarisaan inaad jikada u gashaan, in aada muxuu ahaay yacani waxa waa nafci waay, waa nafci waay si ahaanteeda. haddaad niyad wanaagsan ula timaadaan ayadaa wax badan ka fadli badan, laanna waxay gelaysaa ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kale uu leeyahay, laan ruuxii soo diyaariyey jikada u galay cuntadan kariyey ku rafaaday kii bixiyey waa uga dadaal badan yahay, waa uga dadaal badan yahay. saas daraaddeed khayraad badan baa meelaha ku jira oo yacani waxba aan la sahlan karin, laakiin waa inaad ku talagasho niyad inaad ula timaado, inaad niyaysato inaad cibaado ku jirto ilaahay ajir kaga raadinayso, xataa adigu diyaarso, caruurtaada u diyaari, dad kale u diyaari. muddada aad ku jirteed muxuu ahay, ama jikada ku jirta, ama hawsha aad ku jirto, niyad wanaagsan haddaad la timaado shaki ma laha, iyada lafteeda cibaada, iyada lafteeda cibaada, bal waa cibaado weyn. nabigeennu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam xadiis saxiixa, wakiila rasuulku sallallahu calayhi wasallam khayru nnaas anfacuhum linnaas, dadka waxaa ugu khayr badan ruuxa dadka ugu nafci badan inaad khalqiga anfacdo, xoogaaga ku anfacdo, cilmigaaga ku anfacdo, caqligaaga ku anfacdo, xoolahaaga ku anfacdo, inaad khalqiga ilaahay anfacdo waa cibaado weyn. cibaado ilaahay tabaaraka watacaala loogu dhowaado cibaadada kugu waaweyn bay ka mid tahay. marka ilaahay tawfiiqdahayna waafajiyo, bisha barakaysanna maalmuhu ka laaban yihiinna ilaahay tabaaraka watacaala nabad iyo caafimaad allah inagu gaadhsiiyo. haddii ilaahay tabaaraka watacaala nabad iyo caafimaad inagu gaadhsiiyana waxaan weydiisanaynaa allah tabaaraka watacaala inuu na waafajiyo wuxuu jecel yahay oo bisha dadka ka faa'iidaysta faa'iidada ugu badan ka qaataay inuu ilaahay tabaaraka watacaala inaga dhigo inooguna dembi dhaafo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka watacaala inaga dhigo bishaasi khayrka iyo wanaagga aan ka qaadanayno tii aan jannada ilaahay ku geli lahayn, cadaabka ilaahay kaga badbaadi lahayn, ilaahay ridihiisana tabaaraka watacaala aan ku gaadhi lahayn inuu ilaahay inooga dhigo ayaan weydiisanaynaa. adaa billahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. su-aalkan wuxuu leeyahay, ruux aan dayn ku lahaa dayntii zake ma u niyoon karaa intaan u xafiyo zake ma ka dhigi karaa? jawaabtu waxa weeye waa maya. daynka maqan zake looluma niyoon karo, maxaa yeelay marmarka qaarkood haddii sidaa la yidhaahdo ruuxu wuxuu soo saari kari waayey oo uu ka quustay buu sake ka dhigayaa. saas daraaddeed culimmada badankood waxay qabaan dayn maqan inaan sake laga dhigi karin, wixii gacantaada ku jira, jeebkaaga ku jira ayaad zakada ka bixinaysa.
leedahay anigoo soo hambalyo igu lahaa hadduu soonka kale igu soo galo maxaan samaynayaa? بسم الله الرحمن الرحيم هورتا سونكا لسكولي يهي إقلها إن لدب ديغو إلى سونكا لسوغلو أدو قلين كرو سومي كرية وخلط. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وحي لذا هاي سون بالي إغتقي تشري ولي قلهان ليقولها سنتك inaan soomo iima suurtoobi jirin nabigo joogita nabiga dartii sallallahu alayhi wasallam, yaani madama nabigu joogo isagoo nabigu joogo haddana inay soontay dhibsan jirtay. Markaasa Shacbaan baan soo gaari jiray bitir bisha Ramadaan ka horreysa, bishaasaan soomi jiray bitir, bishaas ayaan soomi jiray, waana bisha nabigu u badnaa soonkeeda sallallahu alayhi wasallam. Yaani markuu nabigu soomo bisha ayaduna qallayn jirtay. Culimadu waxay ka fahmeen xadiidkaas إن لدب ديق قال له إلى رمضان كلا سو غلو وقلت اللهم هدي الروح عذر دار لي ودب ديقاسي دن كلفته اي جيرتو مركا ذنبي ملي لبا غوربا وحا لو باهي هي وخي كا تغي اناد قليسو بشهر رمضان مركا سو غشو يدا صون markaad soonto kadibna si degdeg ah waxaad u qallaysaa maalmihii lagu guulaha soonkii hore kaaga harsana si degdeg ah u qallee. Rashin mal raacinaya mise maalmihii qallahooda bas la iga rabaa waa mas'ala khilaafiya fuqahaada dhexdooda. Imaam Shaafici, Imaam Ahmed ayaa waxay qabaan haddii Ramadaan kale kugu soo gaado rashin baad ku dari, qallaha rashin baad raacinaysaa. Laakiin آثار صحابي وحاسي عسكنيان ملء دليل النص مرفوعة آيات قرآن أما حديث النبي مجره سيدة صدرادة سيدة صحدة أما حوق بدني وحوي وحالك أقبها هي قلي أمبالك أربا إن أتقليسو حديث سبب لآن أتصون كدب ديكتين إن أتقدرت التوبة قدرت هديات صون ككلا قارسي سيدون عذر دار لهي وصومي كرا taana marka waxay u baahan tahay inaad Ilaahay dambi dhaaf weydiisato oo toobad ku darto. Allahu a'lam. Salaamu alaykum. Su'aasha kale gabadh baa waxay leedahay markii lii meherinayay guurkeedii magac ugu qoran kibaandada ayaa lagu meheriyay, magacaasna magaceeda saxda maaha. Marka ayada magaceeda iyo magaca aabaheedba ama magaca aabaheed ayaana saxsanayn. Marka meherkaas ma saxay iyada miyuu ku dhacayaa mise qof kale? Magacan kibaandada kugu qoran kanna waa lagu yidhaahdaa, kii kalena waa lagu dhahaa. Labada magac waa iskale, midna waa kii rasmiga ahaa, midna dokumentigu kugu qoran yahay. Haddii kii dokumentiga kugu qornaa lagugu meheriyo, cidda ku mehersanaysa iyo cidda markhaatiyadaana iyo cidda weliga kuwa ana ay garanayso cidda aad tahay, mushkilad ma samaynayso magaca la sheegay maka dokumentiga ku qoranba mise waa kii asalka ahaa, wax mushkila ma samaynayso. Muhimadda wax weeyaan cidda la guurinayo waa la garan, markhaatiyaduna way garanayaan, dadka meesha joogaan ka guursanayana wuu garanayaa. Magacana waa magac muxuu ahay loo garanayo, waa intaas muhiima, caqdiguna waa saxaya. Wallahu aclam. Thank you.
maamada xanuunsanaysa ee xanuun uga tagay soonku haddana weli xanuunsanaysa, soonkani hadduu soo galo way haddana soomi kari weydo, xanuun dartii way iska afuraysaa. kadibna xanuunkeeda waa la baxnaaninayaa. laba mid, xanuunkaasi inuu noqdo xanuun rajale oo dhakhaatiirtu muujiyaan inuu rajale yahay, ka caafimaadi doonto ama ka caafimaadi karto, caafimaadka ilaahay baa haye. hadday rajadaasi jirto oo uusan xanuun quusada ahayn, way iska sugaysaa, way iska afuri, way iska sugi inta ilaahay ka caafinayo, kadib way qallayn hadday caafimaado. haddii dhakhaatiirtu ay muujiyaan xanuunkani inuusan rajo lahayn oo inuu ka sii daro mooye, ka sorreyn uusan lahayn, hadday muujiyaan markaa way iska afuri, raashiin baana laga bixinayaa, raashiin baa laga bixinayaa. xanuunada laga quustay in lala soomi karin rajadana lahayn, sidaasaa loola dhaqmaa. bedelkii soonka raashiin baa gelaya, ruuxuna laa yukallifu allahu nafsan ilaa wusaxaha, wuu iska afurayaa. waxayna ka mid tahay taysiirka iyo fududaynta shareecada inay ka mid tahay aadamaha iyo duruuftiisay la socotaa. markay hawshu ku adkaato waa loo fududayn, markuu cidhiidhi karo waa laga waasicin, wahaakadaa. iyadoo marka horeba diinteennu fududayd, ayaa haddana markay ruuxa ku adkaato fudayd baa la sii raadinay, waa laga fududaynay. su-aasha labaad oo ah gabadha nuujinaysay bishii hore, sanadkii hore sidaana soonka uga tegay, haddana nuujinaysa, maxay samayni adayna la soomi karin, way iska afuri, iyaduna way afuri. xadiid baa nas ku ah nabigeenna sal alla alay wasalam, xadiidka anas bin malik alkacbi, wuxuu nabigu yuhi sal alla alay wasalam, ilaahay haweenta nuujinaysa iyo midda uur kale wuxuu ka dejiyey soonka, bimacnaa way iska afuri karaan. laan wax weeye xaaladaa iyada ah, hooyaduna way jilicsan tahay, ruux bini aadam oo kaloo jilicsanna wuu ku tacalluqaa, ayadiina way jilicsan tahay, waa markay uurka leedahay iyo markay nuujinayso. ilmo yar oo iyada uu ku tacalluqana waa muxuu ahay, waa ku xidhan yahay maslaxadaasaa marka la fiirinaya, marka way iska afuri. hadhow markay jaanis hesho bay qallayni, saasaa loo badan yahay. ma wax kale laga rabaa aan qallo ahayn maya, cala saxiix sida xoogga badan waxaa laga rabaa un inay qallayso maalmihii ka tegay, xilligay jaanis hesho, xilligii ay jaanis hesho ayay qallayni insha allahu tacaala, intaa unbaana laga rabaa. sidoo kaleeto haweenayda soonkii ka tagtay laakiin garan weyday, soomaalisoos maya maalmihii ka tegay cadadkoodii garan weyday, maxay samaynay? waxay samaynay way ijtihaadi, way dadaali, maskaxday ka shaqaysiini, way fikiri, inay xusuustay isku day, intay ka xusuustay qallaynay, intay xusuusatay qallaynay, kadibna waxay badsanaysaa soonka sunnada ah. laana sida salaada ku soo aroortay, waxa ugu horeeya addoonka laga xisaabinayo nebigu wuxuu ahaa salaada sallallahu alayhi wasallam, hadday salaadu u hagaagto addoonka wixii kalena waa u hagaagaya, hadday salaadu wax ka hallaabaan alla wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala, fiiriya addoonkaygu sunno ma leeyahay, salaad sunnaa ma leeyahay, ma leeyahay, dalika fadlullah, soonka sunnada marka wixii salaada ka khaldamay baa loogu buuxinaya. marka cibaadaadka sunnada ah, sunanka ah, nawaafisha ah, waxay kabaan waajibaadkay kabaan. marka haddii intaad xusuusan kartana waad soomi, wixii aad xusuusan weydana cibaadaadka soonka sunnaha ayaad badsanaysaa insha allahu tacaala. nacam. su-aasha hore oo ah soomaaliba lagu duceysan karaa salaada dhexdeeda waa masale khilaafiya wey, masale khilaafiya. haddii uu ruuxu luqadda carabiga garanayo
صلاة دحدة إذا لقد عن عربي أهنكم دعاء سنكم دعاء إنك عربي قاكرنا أما واحد أودون يو إنه إلهي ويديستو لقد عربي قاكو عبيري كرو مركا الله ما أقول لقد كلا إنه صلاة دحدة كدعاء سنكم هدو سنكرنا إنين لقد عربي قاهد إيو كدعاء سن لها لقد كلا أما صنالي هنقطة أما إنجريس هنقطة أما واحد دوني هنقطة سواحي هنقطة لقد كلا صلاة الحيدة ما كدو عيسان كرا ومسلاء علماء يفوق هذا كلا عركتي بدليهين وحان مودا أعدل الأقوال إنو يهي إمام الشافعي يعيما كلام مري إن روح أنقرن إنو لقد عربي لقد كلا إنو صلاة الحيدة كدو عيسان كرا وصحب إليه أما صومالي هنقطة أما لقد كلا هنقطة فقها بدن باسدا مريا او كسو يعني او رخصين يا ما او اوغولانيا روحا ان لقد عربيكا غرنين او دنتي سي ان كو شيغان كرين لان روح وحا لا ربا ماركو دعيسنيو دعانا وا دعاء عام او جنده ايغي الله عذابك ايغا بدبادي او لا قبان كرو دعانا وا دعاء خاص دن خاص او كوغو دغن باتربتا ان اد الهي اد ويديسه تبارك وتعالى مركان لقد عربي كوما عبيري كرت حد سميني واي صلاتنا دحديدو خاصة سجودة وحلية دعاء الله أقبله المهم علماء قارب قبا إني بنانتها هي وبنانتها روح عن عربي كرنيني سؤال شلبات دعوينك قرآنك كجرا سجود ملوك دعاء دعوينك قرآنك كجرا سجود ملوك دعاء سنكرا النبي صلى الله عليه وسلم ورتوح يري وحلي دي ذي إن آن قرآنك أخريو مركان ركوع سنة هي هي مركان سجود سنة هي. مركو روح الركوع سينه القرآن ما آخرين كرو روح مركو سجود سينه القرآن ما آخرين كرو ركوع ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب إلهي قوة ينية سجود ذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كدوا عيست فقام إننا يستجاب لكم وحيقول له ذهين الذين كأقبله أما القرآن كآخر إسكيس وأمركو الروح التاجية إلا صلاة دي قيبه هذا كل الدوان قيبه وحبه لجو آتيه مركر ركوع دي السجود ملها قرآن آخر السماله طيب دعائك قرآنك قصوى أروري مركر للسجود سيني هاي دعاء هان ما الله آخر سنكرا علماء القرب وحيرين هذه وصن قرآن هان ولا قصدين أي الدعاء هان ولا قصته دعائي مركر نقوليس دعاء هان مركاسي وهو آخر سنكرا بإليهين والله أعلم مسألة خلافيه dadka wax ka sheega oo ama culimada noqoto ama muslimiinta kala baha noqote waxa duraya wax ka sheegaya waajibku wax weyn loo nasaxeeyo Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan bay'a iyo balan kula galay salaada inaan toosiyo zakadana bixiyo muslim kastana u nasaxeeyo marka muslimku wuxuu ka muday nasaxu ka muday gowdaas ku fitnaysan culimada inay wax ka sheegto hilibkooda ay cunto waxay ka mudantaa inaad u nasaxayso waad wacdido waad tiraahdo meeshani waa meel lagu baabo caamatu muslimiin gudahan muslimiin taba hilibkoodu waa khatar hadana khaasada mu'miniinta mu'miniinta kuwada si khaas ka culimadu kamid yihiin ducadu kamid yihiin dadka cibaadada badan kamid yihiin zuhadu kamid yihiin
مؤمنينته خاصدودو هدانا وا كسي خطرسنته يعني وحوي دد وحا جيره ماركا اكتودا كدواتو الهي او دغال كولا غليا جيره من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب الهي بارده تبارك وتعالى قار وحا جيره حديب الهي اي كو هبارا او انت ظلميدو هل مري غعنت تاغا هبار كودان لا سو خيرين ني باجر ومركا با كول هليا جير يا مركا ادومه الهي وبدين اخر ما انت لا غادين بي او بدن تهي ظلميغا يا افلاغادد يا عايده يو حنت يو خيالهن ددك ادو غيسنيش انت بدن اخر با لو ديب ديغي ماي وي سو دغدغ نبي جن وحر صلى الله عليه وسلم دنبي يغو اخر كيد كودو جيرو بي هدوناس ادونك سو دغدغان وقرب غسنمدا يا بغيغي يا غردردا مدهان روحي اون ادونك كتغين بو عقوبته لا كلميا عقوبته و ادونك كولا كلمينا ما هاتي اخرين لا عافيه اخرنا كيد با ويال مركا نصيحه وباهي روح نعصو كلا لحوم العلماء مسمومه يعني واحد يجينا علماء حليب كعلماء وسميسن إلهينا عاد وليه هذا علماء وحكى الشيخ إنه عيبيه وفضيحيه مركا النصيحه هذه النصيحه كاديدو أما النصيحه أين قادنين أنت الدنب قال له وداق له أما أقسل له أما أد أمرحبين له أما أديك الدنب قال لحي ميشا أتشوق له كأموس له قو مركا سكيري دانا وحبك قبن كرينين ويران لفهاغا كلبت باد لفهاغا كبت بادي مركاسي لكن وحاكوه الرئيسة إن هذا النصيح حيثه والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مركو شيغي حقوق دا ليسكولي هي حقوق دا ودمر كو رغودا كولي هي يا رغو حقوق دا اي حاسس كودا كولي هي النبي صلى الله عليه وسلم واقع هي هدي اي تهي دنا غوت وينكي شرعه دو حيوي دنتين دنهود او بخي كران كما في الصحيح نبي وحور صلى الله عليه وسلم إلهي وحو إذن إدمي إنا دنيه نأبحي كرتان بو إذن إدمي بركة هدي مركاسي أين الحمان أسعنين وأين الفساد أسعنين ودنيه قريق إيوم هو هاي مصالح دي نلوشا أيوب حيسو بحيتانك عادقة وحبال لازمها حبال لازمها لأن هذه اللي إلهه بحيتان كستوى إن أيدينك إذا ويدي ستو حرج باكوشر عريض بدن باقلي يقليسا سيداس دراتي دوحا والمهمة دن تأيوب حيسو وإن إتهاي دن لقا مارمانا دن قريقو باهي هاي إسلامر كان صفر أين أهين مقالة دي دحدة دي أي تهاي فساد يحماني يفتنا إينا كدلان إينين وحي دنها قريقو بحيسو إيو مصالح دا إيو وحي قحران إيو وح مشكلة أمالي si gudna ma filayo yaani wax weyn in dhaxaya ilaa ilaabo kama bixi kartid guriga kama bixi kareys laan wax weey wa nooc taasimxu ahaay cadibaadow noo cadibaado suurtagal ma nolo wixii ya ku xiro qasatan hada markii magaalooyin la yimid oo noloshii ay nolol isku xiran tahay oo waxyeelo farabadan guriga u baahan yahay oo ragii in badan ay mashquulsan yihiin oo يعني عريضي كنوع عصو كليتاء مصلحة بدل الكومة شرطة هدنا كوردة مسلمة دا يهودية دا مسلمة دا وحلق الربا سيد الله القرآن الكريم كأقوشة وقرنا في بيوت كنا مركو الله اللي نبي حاسس كيس صلى الله عليه وسلم مركو إلهي الله اللي أدبني وأدابته ودتشني كريه نقصك نادا ولا تبرجنا تبرج الجارية الأولى يعني وحويان
إن أي مركي بحيان أي نقاب حن أبحن هذين نشرين واحدا أي أبحان يوم إن يجري جودة شوكان تاسي ومبدأ أصل كا اللو بهي هاي كبرنا مسلم ده إن إلالي سو وأينا إسكن نقولين سلوريكت سكوريكتون يعني معنا الآن سكب حدا سكوري جيسته إن يصير نقولين واحد أبحيس إن تاي مهمة أنت كلام إن يجري جودة شوكته والله أعلم. ilmah urka ku jira hadii nabar gaaray oo u soo dhaco oo dhinto nabigu wuxuu ku xukumay sallallahu alayhi wasallam ghurra abdun aw ama yaani wuxuu wey adon ama adon ayaa laga bixinaya culimadu waxay ku qiimeeyeen خلفاد قار كم إذا نعي فتوذن غردة أما أذن ك شن فوجيل واي بمعنى شن فوجيل الوقي مي الماء يسوع أورك كتير هذه النبر كارو ساقو صرعه شن فوجيل على جب حنية طيب ويل إنه يهي ينو جبر يهي نبي جم كلا قادن صلى الله عليه وسلم إنه ويل يهي ينو جبر يهلا ما كلا قادن حكم كاسو نبي بحية صلى الله عليه وآله وسلم سيداس درادي شنطة نيف قيلة أي الوح حكومة ياها دو كم إيهاي وسنكس أهينا عقيلة دا إيه قرابة دا بحينا إيسا مكتا إيه دا سؤال شحكتا كورد قاس كاللسومي لا قاس كوا النوعيو ضدك قارنا يقو قوي لسومي كران هبا كور رفاديني قار قدتك قارنا لما سومي كران هذا لا سومي كرينين واتسكا فوري حنون كاسي هدوس الرجل هاي دقاتير تكو إلى هذان رجل مالي انت اللي اكسوني هاينا تكعا في ماضو وما بضنا هذي كو إلى هذان بالكستا اسكا فور راشينا بيه هذي وحوغا الرجل كو موشيان انا تكعا في ماضي كرتان اسكسوك انت اتكعا في ماضي سو مركاسات اما مركاسات قلين ان شاء الله تعالى دي لهي كو عافيه aday ku dhamaato inaadan caafimaadaynina markaas aad wixii soon ka tagay oo dhan aad raashin bixine laakiin marka horta waa in la xaqiijiyo xanuunkani maleeyahay yaani wax weeyaan daawo mise malaha inta bini aadamku garanayo xanuunada dhamaantood taasi ku saleysay haduu san daawo lahayn lanana soomi kari waayo markaasi raashin baa la bixinaya waa iska furays hadii ورجله يهينا ولا اسك سوغيا انتو كلا عدانيو روحنا وا اسك افريا حنونودو دن هلكاسا لا مارينيا والله اعلم بيها انت بدن ولا يبسدها او دولدو بيها العقبه دد كلا بحان هذه العق كلا بحانا ميزانك اي كو سو قادنيان اسغنا العقبه كلا بحان برك بيين ايغا يبسدي دياردو سو قاديس ميزانك يدنا ايغا غتاي واخ لو ديداي ميشو كوما جيرو
haddii loo diido inay miisaankooda ku qaataan ayagu ay leeyihiin oo laga mamnuuco sidaana ay ku soo qaataan, cid mayna dhicin, cidna mayna xadin, cidna mayna dulmiyin. Waxay iibsadeen oo xaq u leeyihiin unbay xaqoodii ku soo dhoofsadeen iyo lacagtay la bixeen iyo miisaankii ay diyaaradda ku lahaayeen. intaas haday tahay wax mushkila ma laha. Wallahu aclam. maya ribo maaha, ribo maaha. iskuulku lacag ma sarifayo. iskuulku wuxuu ku siinayaa adeeg buu ku siinayaa, adeeg waxbarasho. adeegkii waxbarasho ayaad ka iibsanaysaa. haddii aad lacagta u hormarisana qiimo jaban buu kaa siinayaa, haddaad lacagta yaryaraysana waxoogaa wuu kugu qaaliyeynayaa. waxay la mid tahay badeecada suuqa taalla. haddii aad tidhaahdo haddaad kaash igu siinaysana waa 1,000 shilin, haddaad deyn ku qaadanaysa ama dib iga siinaysana waa 1,500. way kala qaalisan tahay, mushkilo ma leh. beecul ajal baa la dhahaa. dibdhiggaasi ay badeecada wixii lagu iibsaday ay lacagtu dib dhacayso inay ka qaalisanaato middii markaa lacagteeda la bixinayay, mushkilo ma laha. sidaas daraaddeed iskuulku inuu yidhaahdo haddaad noo yaryaraynaysana waa 10,000, haddaad haddana wada siinaysana waa 9,000, wax dhiba ma laha. wallahu aclam.